الفريق الأول لسيدات تنس الطاولة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني طارق حسن نجح في الفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد ما كسب النادي الأهلي بنتيجة 3-2 في الدورة المجمعة الثانية. الماتش كان اتلعب يوم الثلاثاء اللي فات على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وبكده يكون بقى الزمالك قدر انه يفوز على الأهلي رايح جاي ويفوز بالدوري لأول مرة من 12 سنة. مثل نادي الزمالك في الماتش ده كل من فرح عبد العزيز وهند فتحي وشهد سامح. طبعا كل التوفيق للاعبات طبعا اللي قدموا اداء مميز جدا ومشرف، والف مليون مبروك لنادي الزمالك.